أكد اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الكويت أن الفلبين سمحت بعودة جميع من يحمل إقامة سارية بما في ذلك العمالة المنزلية اعتبارا من اليوم. وأشار الاتحاد الكويتي أن تراجع الفلبيني يؤكد أن الكويت دولة آمنة لعمالتها وأن قرار الحظر لم يكن صحيحا، مضيفا أن تكدس العمالة الفلبينية العائدة من عطلتها في مطار مانيلا وضع الحكومة في حرج شديد وأجبرها على إلغاء قرار المنع الكلي.